في ذكرى الثانية لاحتلال مدينتهم يعيش أهالي الموصل حالة ترقب دائمة بانتظار أخبار الانتصارات العسكرية التي تعني قرب موعد رجوعهم إلى مدينتهم التي شردهم مسلحو داعش منها قبل سنتين. قاس خلالها كثير من أهل الموصل أوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا لؤي أمين. عامان قضيا من عمر أهالي مدينة الموصل وهم مشردون في مخيمات النزوح أو رازحون تحت وطأة مسلحي داعش الذين احتلوا ثانية أكبر مدن العراق بعدد سكان بلغ قبيل الاحتلال قرابة 2 مليون نسمة. كنا عايشين بالموصل والحمد لله ومستقرنا وضاعنا ومعينين من الله خير شغلنا والحمد لله. فجأة سقط الموصل يعني دخلوا علينا يعني قشمرونا يعني الوضع الأمني كله تخربط يعني تدهور الوضع الأمني وعيشة ما ظلت وما قدرنا نعيش هناك يعني قام قتل وذبح وتسليب وشغلة يعني وصلت للعرض الشغلة. فهزمنا وجينا بقليم كردستان وهسه حاليا صارنا 2 سنين وإن شاء الله حيل الله نرجع للموصل. في مخيمات النازحين يعيش أهل الموصل أوضاعا إنسانية صعبة، فمع تقادم الأيام عليهم وطول فترة مكوثهم في هذه المخيمات المهترئة تزداد الضغوطات النفسية والمادية التي أثقلت كاهلهم وهم بانتظار فرحة التحرير والعودة. يعني 2 سنين ضبطنا احنا من شهر السادس، هسه احنا بشهر السادس معاناة حيل صعبة. يعني واحد بعيد عن اخوه بعيد عن قرايبه وحالات النفسية صعبة، عندنا صارت وعندنا مرضى وعندنا امور يعني حتى ما ظل انه نعرف نريد نعيش يعني شلون يعني نريد نعيش اطفالنا مرت اللوخ يعني نعيشهم ما عندنا نعرف شلون نعيشهم. امورنا حيل حيل صعبة، يعني اكو منهم صاحبين مهن امور يعني نسوا مهنتهم من سبب البطالة. يعني مثل انا جيت اشتغل بالموصل الحلاق، هسه انا شوي شوي جاي يعني اهملها الصنعة مالي، لان ليش ما اقدر اطلع اشتغل برا؟ ما جاي نعرف نشتغل، ما جاي نعرف نعيش اطفالنا، ما جاي كل من يعني مشتت افكاره يعني يفكر وهاي حالته النفسية تعبان حيل المخيم. العودة إلى منازل متهدمة وإلى شبه مدينة تفتقر إلى الخدمات إلى أطلال مدينة دمرها داعش، كل هذه العقبات لم تخفف من رغبة أهالي الموصل بالعودة إلى مدينتهم في أقرب فرصة تلوح لهم. احنا نريد الموصل والله تعبنا وان شاء الله الاخبار تبشر بخير، بس والله بزعنا ملينا من الخيم. هاي 2 سنين احنا قاعدين بخيم، والله العظيم الخيم مو مال بشر، واحنا قمنا نتحملها ويعني والله ملينا، اطفالنا تعبت، هاي الشباب قاعد على الطاله بطاله، لا شغل لا عمل. كان عندنا جينا بقالنا 2 3 شهور صرفناه، قلنا الله اكلوا واشربوا كل شيء ماكو، باكر ترجع الحكومه ما شاء الله قلنا بيها خير. هاي 2 سنين ولحد الان كل شيء ماكو، لا مصرف لا اسع مواد ماكو، قله يعني حيل قله والله العظيم. العالم تعبت، الشباب ملت، اكو عالم والله قامت تريد تنتحر. والله نرجع هناك ما اريد لا بيوت لا خيم، بس نقعد على الكراتين بالموصل غير بس نشتوى هواء نينه وكافي. في الذكرى الثانيه لسقوط الموصل بيد داعش يترقب النازحون الموصليون وكلهم امل ان تحمل لهم الايام القادمه أخبار انتصارات عسكرية سارة تبشر بقرب عودتهم إلى ديارهم. لم يكن عمر هؤلاء الأطفال إلا أياما عندما احتل داعش مدينة الموصل ليكبروا ويجدوا أنفسهم في إحدى مخيمات النزوح التي تفتقر أبسط مقومات الحياة، وهم الآن يأملون العودة إلى مدينتهم بعد طرد داعش منها. لؤي أمين، أخبار الآن من إحدى مخيمات النزوح أربيل.